مشاهدينا بدي احييكم مع الحل عنا عبر الام تي في، وبدي رحب انا وياكم بالمديره العامه للاحصاء المركزي الدكتوره مارال توتاليون غيدانيون. اهلا وسهلا فيك وبعيدك كمان دكتور. مرسي. بعدنا بفتره الميلاد وان شاء الله هيك بينعاد على الجميع بالصحة والبحبوحة بهالأيام. حبيت كثير اليوم بالحل عنا ضوي، لأنه ننطلق دايما من إحصاء من معلومة حتى نلاقي حلول. وبعتقد اليوم لما أطلقتي أو أطلقت الإدارة المسح العام 2018-2019 كان لأول من أكبر النتائج، أكبر مسح إذا بدي أقول متخصص حول القوى العاملة والأحوال المعيشية للأسر بلبنان، واللافت فيه كان أنه هو على صعيد الأقضية وبتمويل من الاتحاد الأوروبي مشكور. شو أهمية هذا المسح في توفير بيانات إحصائية على مستوى الأقضية للمرة الأولى في لبنان، وخصوصا أنه نحن كمان شو أهمية المؤشرة والإحصاء تطلع عن الإدارة المركزية، لأنه نحن بيطلع كل يوم بيطلعوا لنا مؤشر من مكان ما. شكرا مدام ريبيكا على استضافتك، وبعتذر اذا الصوت شوي عشان الجريب. سلامتك قلبك. يعني هيدا المسح اللي قامت فيه اداره الاحصاء المركزي صار لنا فتره عم نخطط له، لكن بسبب عدم توفر الموازنه وميزانيه للقيام بهيدا المسح، يعني اجتنا هبة من الاتحاد الأوروبي فمولت بصورة كاملة وشاملة كل مراحل هيدا البحث. وأكيد ما بدنا ننسى منظمة العمل الدولية اللي كان عند المساعدة التقنية. تحضير هيدا المسح أخذ معنا سنة، والميدان أخذ معنا سنة. نزلنا على الميدان بنيسان 2018 وانتهى العمل بأدار 2019، ويعتبر يعني ريكور انه طلعنا النتائج من بعد ما انتهى الميدان بفترة 5-6 أشهر. هيدي من الناحية التقنية السريعة، لكن أهميتها لأول مرة بتاريخ الأحصاء بلبنان عم نقدر ننزل على صعيد الأقضية. والنزلة على صعيد الأقضية كتير مهمة لرسم السياسات الإنمائية والتنموية. 120 سؤال، 120 سؤال للاستمارة. وهون بحب وجه تحية وشكر وإكبار لكل الأسر المعيشية اللي تجاوبت. صحيح النسبة كانت 79%، كان فينا نتخطاها، لكن 120 سؤال استمارة كبيرة ومتشعبة ودقيقة، بتفوت بتفاصيل العمل، بتفاصيل التعليم، بتفاصيل الخصائص الديموغرافية للأسرة. يعني بخصائص فعلا البطالة، التعليم، التغطية الصحية. يعني فعلا كانت يعني مفروض أنه هالعملية تتكرر، وما نوقف عند هيدا الحد. يعني نحن كإدارة أحصى مركزي نحن منتجي بيانات نصدرهم، وكل وزارة ذات اختصاص معين، مثل وزارة الصحة بهمها المؤشرات الصحية، وزارة التربية بهمها المؤشرات التعليمية، الشؤون الاجتماعية، الأحوال المعيشية تبعت الأسر. فبالتالي كل وزارة ذات اختصاص مفروض انه تاخذ بعين الاعتبار هالمؤشرات عشان صادره عن جهه رسميه، وتصانيفنا وتعاريفنا والمنهجيه والاحتساب لا غبار عليه. يعني بشهاده يعني الخبراء الدوليين. الخبراء الدوليين، وهي بعتقد توزعت على كل المعنيين. على كل المعنيين. هلا نحن اصدرنا المؤشرات الاساسيه، كان مفروض تصدر ب 19/11/2019، لكن بسبب الأوضاع بلبنان تأجلت شهر، وأرسلنا التقرير النهائي للطباعة يعني بأواسط شهر كانون الثاني بيطلع التقرير النهائي اللي يعني معمق أكثر، في مؤشرات أكثر، بالطال كل قضاء، كل محافظة، وعلى الصعيد الوطني. يعني كل المؤشرات، في عندك ثلاث أنواع مؤشرات، مؤشرات على صعيد القضاء، محافظة، وعلى الصعيد الوطني. يعني بيكون إذا بدك خريطة طريق لكل الوزارات للعام 2020 بما يتوافق مع الموازنة اللي امبارح أعلنوا أنه انتهت، ولكن بدها أكيد طريق لهيك. يعني وضعته علمياً. نعم. بين إيدين كل الوزارات المعنية، كل ما يتعلق
بالمؤشرات، يعني المسح يلي شمل مثل ما قلنا 120 سؤال تناولت المقيمين في لبنان، القوى العاملة، الأسر، البطالة، الوضع الاقتصادي. خلينا نفصل أنه هودي بهموا الناس. اليوم إذا بدنا نبلش بالمقيمين في لبنان، هيك قديش نحن في مقيمين؟ يعني قبل ما نبلش بالتفصيل شوي، كمان مثل ما قلنا أنه هيدي أول دراسة متخصصة وتنزل على صعيد الأقضية، كمان بحب شير أنه هيدي الدراسة حجم العينة هي أكبر حجم عينة بتاريخ الأحصاء. 79% لا من الأسر هن 50,000 أسرة معيشية جاوبوا 39 وكسور. حتى بالبلدان المتطورة مثلا بفرنسا لما بدهم يعملوا أحصاء عن العمالة والبطالة بياخدوا عينة بين 27 و 28 ألف أسرة. يعني بغياب أي تعداد للسكان نحن بنعتمد على دراسات الأحوال المعيشية لنصدر تقدير لعدد المقيمين ما بين لبنانيين وغير لبنانيين. التقدير يلي قدرنا استخرجناه هو 4,800,000، لكن الوحدة الإحصائية هي الأسرة المعيشية، يعني يلي عم بيشتغلوا بمحطات البنزين أو بالورش العمل، هيدول محتسبوا عشان الوحدة الإحصائية كانت الأسرة المعيشية، والأسرة المعيشية عندها تعريف معين ما بدنا نفوت بالتفاصيل. يعني مثل ما فهمت أنه توزعوا السكان ما بين مقيمين لبنانيين وغير لبنانيين 11.4%. نو عندك 4,800,000 مقيم بلبنان، 80% منهم لبنانية و 20% منهم غير لبنانية، كل الجنسيات يعني توت كاتيجوري كونفوندي. إذا بنستعرض المؤشرات يلي بينت، إذا بلشنا بالنشاط الاقتصادي يلي اليوم قديش ضاغط على الناس ماليا واقتصاديا، شو تبين معكم بهالمسح؟ هلا أكيد عنا كتير مؤشرات متخصصة عن العمالة والبطالة. هلا المؤشرات يلي فعلا مفروض إنه الكل ينتبهوا عليها، طلع معنا معدل البطالة 11.4% على صعيد الوطن. ومنين إجا رقم 33% و35%؟ يعني سؤال كتير كتير حلو مدام ريبيكا، وبدي يعني اغتنم الفرصة لوجودي معك على البلاتو حتى نقول إنه معلش نحن لما بنقوم بدراسة في منهجية، في عنا حجم عينة، في عنا تغطية جغرافية، في عنا تعريف، في عنا تصنيف، في عنا معدلات لاستخراج هالمؤشرات، في عنا فورمولات، يعني نحن عملنا شفاف بنعرضه قدام الكل، بنسمع انه في 30 35 و40 طيب شو حجم العينه؟ وين تمت هالدراسه؟ شو الفئات العمريه اللي اخذتوها؟ الفتره الزمنيه؟ فبالتالي انا ما بدي شكك بالارقام، بس فعلا الرقم بلبنان مش مفروض بقى يكون يعني نستعمله حتى نروج بعض يعني الافكار. يلي انا بدي اقوله هون انه 11.4% هو على الصعيد الوطني، لكن اذا توزع على المحافظات بتشوف انه في شيء على القليله 16 قضاء فوق المعدل. لكن الخطر بمؤشرات البطاله، مش معدل البطاله العام اصلا لما بتتخطى 8-9% من معدل بطاله، يعني فتي بزون الخطر. عنا نحن طلع معنا من خلال هيدي الدراسة إنه معدل بطالة خريجي الجامعات وصل لل 35.7%. هيدا هو الخطر. يعني أنت ما عم تحتسبي الشباب يلي اولريدي هاجرت. عندك خريجي جامعات حملت شهادات 35.7% هن عاطلين من العمل. الفئة العمرية بين ال 15 وال 24 23.3%. يعني هيدي القوة يلي كل الدول يلي هي بتتكل عليها، القوة العاملة، يعني هيدي القوة العاملة يلي فعلا هيدول المؤشرات مفروض الوزارات المعنية مثل ما تفضلتي وقلتي بأول الحديث أنه تاخدهم حتى ترجع تراجع بالسياسات، فيها تكون سياسات توجيهية. أنا لما تلميذ بالمدرسة بده يختار اختصاص معين مفروض يشوف سوق العمل،
مفروض انه يوجهوه انه انت بدك تختار مهني بركي تكون مشروع عاطل من العمل من اول دخلتك على الجامعة. بفرق بين النساء والرجال ايها هون اكثر شاسع شاسع, شاسع شاسع من هيك. نحن يعني اعتمدنا بكل دراساتنا من 2000 لغاية النهار، انا صار لي 20 سنة بالادارة، ويعني انه يكون عندنا كل مؤشراتنا تكون في مقارنة بين الرجال والنساء والمجموع. فنحن مثل ما قلت لك ارسلنا كل النتائج على الطباعه، ومن بعد ما يصدر هيدا التقرير بدنا كمان نصدر يعني منشوره خاصه للنساء من خلال كل السنوات الماضية، والأكيد المؤشرات اللي استخرجناها من خلال هيدا المسح حتى يكون عندنا صورة عن الكل. لا بل أكتر كمان هيدا الدراسة من بعد الفاصل. أوكي أوكي. منتابع حلقتنا مع الدكتور مارال توتاليان غيدانيون مديرة الإحصاء المركزي. حكينا دكتور يلي بدون يتابعونا عن هالمسح يلي انعمل ولأول مرة بيشمل الأقضية اللبنانية، حكينا شوي عن أهميته، حكينا عن المؤشرات، 120 سؤال توجهوا بالأقضية، وصلنا على إذا بدنا ننهي موضوع التعليم عندك شيء نحكي فيه بس عن الأمية، بين عنا شيء قد النسبة. أكيد نسبة الأمية بلبنان وصلت على 7.4%، يعني حصة النساء أكيد ضعف حصة الرجال. هلأ الشق التعليم في كتير مؤشرات مفصلة بدهم يصدروا بالتقرير يعني، وكتير كتير مهمين، عدد سنوات الالتحاق أكيد بالمدرسة وفقا للأقضية ما بين المقيمين والغير مقيمين، يعني كل هالتفاصيل موجودة. بدأ انتقل للتغطية الصحية اللي هي أساسية، ولكن يمكن مرتبطة شوي بقطاع غير منظم كمان، لأن مش كل القوى العاملة اليوم مغطية صحيا. شو تبين عنا بهالمسح هيدا لأول مرة كمان، يعني عم نرجع نكررها بس عشان يعني إدارة رسمية تصدر مؤشرات عن قطاع غير نظامي وعمل غير نظامي، تبين معنا أنه العاملين بالقطاع الغير نظامي بشكله 55%، يعني عندك 55% من اللبنانية يلي بيشتغلوا من دون ضمان، من دون تغطية صحية، من دون أي عقد عمل، من دون أي إجازات مرضية. يعني الفئات العمرية قدي يعني كده. القوى العاملة بين 15 سنة أو 64 سنة، هيدي هي لما بنقول القوى العاملة عندها فئة عمرية محددة بين 15. هذا مؤشر خطير فعلا، هيدا مفروض انه ينلاقي له حل، عشان ما عندك الا 45% من اللي بيشتغلوا بالقطاع النظامي. هيدي يعني، وهلا كمان مع الاحوال الماليه ويمكن بالمؤشر سنت الجاي ببين اكثر، لانه هلا في اذا قالوا مزبوط في 160 الف عامل يعني هودي خسروا وظائفهم، ويمكن على مزيد يعني بده يزيد اكثر كمان. هلا انا ما في اجزم انه في 160 الف عشان ما عندنا المعطيات الاساسيه، لكن يعني وفقا لهالفتره الزمنيه، ليش قلت لك مدام ريبيكا انه كثير مهم انه ونحن ببرنامج عملنا اللي كان موافق عليه دوله الرئيس سعد الحريري، لأنه عشان حتى نقول احنا تابعين تابعين لرئاسة مجلس الوزراء، يعني اي رئيس حكومة بيجي بيكون هو وزيرنا. عرضت عليه انه يكون عندنا على القليلة دراسة او دراستين سنويا عن العمالة والبطالة حتى يقدر يكون عندنا يعني مثل سيري كرونولوجيك تنشوف لوين رايحين. بالنسبة للاجئين او المخيمات في لبنان كمان شملتهم هذه هذا المسح شمله؟ اكيد. هلا العينة اللي ما سحبناها على لبنان، ما سحبنا العينة من المخيمات، عشان مثل ما بتعرفوا قبل بسنتين مع لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني قمنا بتعداد
للاجئين داخل المخيمات. فسحبنا العينة وقمنا بهذه الدراسة بالمخيمات، بس يعني قمنا بهذه الدراسة بالصيفية يعني بين تموز آب تموز أيلول، والنتائج كمان بدها تصدر بشباط إن الله راد 2020. فبنكون بهالطريقة غطينا كل قصة العمالة والبطالة والأحوال المعيشية لا اللبنانية ولا الفلسطينية اللاجئين الفلسطينية اللاجئين السوريين. اللاجئين السوريين لا، ما من هيك لما قلت لك نحن ما أخذنا المخيمات السورية، ما أخذنا يعني الوحدة الإحصائية تبعيتنا كانت الأسرة، الأسرة المعيشية اللي عندها عنوان محدد، في عندها تعريف وفي عندها تصنيف معترف فيه. فبالتالي هال 4,800,000 تقدير حجم السكان مش يعني ما نخلي منه كل السكنات العسكرية، كل الأماكن غير النظامية مثل ورش العمل، محطات البنزين يلي بيناموا بخيام زراعية، والمخيمات يعني الأسر يعني كل شيء غير نظامي ما بي يعني كل شيء ضمن عشان عندك مخيمات اصلا UNHCR هن يلي بيقوموا بهالعملية. أكيد هذا المسح اللي حكيتي عنه اليوم أطلقتي بمؤتمر صحفي، نحن عم نضوي عليه لأنه تناول كتير أمور بتمس يوميات اللبنانيين. ذكرنا أنه رح يطلع بشكل مفصل بكانون الثاني، ولكن إذا حدا هلأ بده يطلع عليها أكثر بيقدر يفوت على الويب سايت تبع أكيد مثل ما تفضلتي وقلتي مدام ريبيكا، نحن أصدرنا هيدا خلال المؤتمر الصحفي. نعم. وإذا فينا نفتح فينا أهم المؤشرات يلي حكينا عنهم ويلي بيعطوا صورة فعلا كتير أساسية لا حتى الوزارات تبلش تفكر شو بدها تعمل. من بين المؤشرات الكتير مهمة هي التغطية الصحية، تبين معنا أنه ما في إلا 55.6% من اللبنانيين عندهم تغطية صحية، بما فيهم الضمان الصحي الضمان الاجتماعي. يعني هود كلهم على حساب وزارة الصحة؟ لا 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 كلهم يعني عندك الأسيرانس بريفي، عندك التعاونية موظفي الدولة، الجيش، كلياتهم والضمان الاجتماعي. يعني بما معناه عندك 44.4% من اللبنانية ما عندهم ولا أي تغطية صحية ولا أي تغطية اجتماعية، يعني متروكين. يعني فعلا هيدول المؤشرات كتير مهمين انه يعني السياسات المستقبلية تتسلط الضوء عليها، وكمان مش بس على الصعيد الوطني، هالمؤشرات كليات على الصعيد الوطني على صعيد المحافظات والأقضية. ياما بنسمع انه بدنا انماء متوازن، ما في سياسات تنموية بالمناطق وبالأقضية. هيدي اكبر فرصة انه مثل ما تفضلتي وقلتي انه هيدي مثل خريطة الطريق حتى نرسم. مثلا لما انا بدي مثلا شيد مدارس حكومية في اعتمد على هالمؤشرات حتى اشوف اذا هالمنطقة بتقبل حتى إيه اللي لما طلعت عليها للدراسة او هالمسح لاحظت انه بهالاسر فتوا بكل تفاصيل الاسر، يعني فتوا بالمي، فتوا بال يعني المسكن إذا في كل الشروط، إذا ما في يعني حتى بالمي لفتني مياه الشرب بالمساكن، يعني شفتوا إنه حتى فتوا قديش في إمدادات شرعية وأنابيب يعني دافتوا بتفاصيل. حتى يا ريت لولا كان عندنا فرصة تانية بركي لما مصدر التقرير النهائي، يعني حتى فتنا بتفاصيل نوع الأدوات المستعملة بالمنزل، نفايات كيف يعني بيصرفوها بيعالجوها، أقرب صيدلية أقرب مستشفى للبيت. يعني فعلا فتنا بتفاصيل، صحيح عم نقول 120 سؤال بس كل سؤال منهم بده من الأسرة وقت كتير كبير حتى يقدروا فعلا. يعني هيدي الدراسة بشهادة الخبراء الدوليين شبهوا انه الجودة وجودة البيانات
كتير قريبة من جودة بيانات المؤشرات اللي بتطلع على صعيد أوروبا وعلى صعيد الأمريكيت يعني كندا وأمريكا. فعلا هون أنا برجع بكرر شكري للأسر المعيشية، للاتحاد الأوروبي، ولا منظمة العمل الدولية اللي فعلا آمن أنه في إدارة فيها تشتغل بمهنية عالية. وإن شاء الله يعني نحن كل رصيدنا أنه تستعمل هالمؤشرات لتصويب سياسات أو لبناء سياسات جديدة أو لمراجعة سياسات، عشان يعني نحن كمان يعني مواطنين أكيد كل سياسة بدها ترتد يعني إيجابا على مستوى المعيشة تبع اللبناني، وخاصة الشباب يلي معدل بطالة خريجي جامعات هو الأخطر والأعلى بين كثير من الدول اللي بتجاورنا. 35.7% من حملة الشهادات الجامعية دون عمل. وأنا يعني اليوم حبيت بهال أنه اليوم نستضيفك حتى نضوي لكافة المعنيين بأي وزارة بأي جامعة بأي مسؤولية تكون بين إيديهم، وإن شاء الله نرجع نضوي أكثر لما بتصدر مثل ما قلتي بشكل نهائي مع بداية العام 2020 بعد الانتهاء من طباعته، هيك بيكون عنا تفاصيل أكثر. بس بقدر أقول من اليوم أنه هيدي خريطة طريق لاستراتيجية لل 2020 حتى نعرف هذا البلد كيف بدنا نعمل السياسة بمكانها بمكانة. أنا بشكر حضورك دكتور مارال توتاليون جيدانيون. تسمحي لي بآخر شغلة، لأنه هيدي الدراسة عندها بتشكل قاعدة بيانات كتير غنية، بدنا نستعمل بعض المؤشرات لاحتساب ما يسمى مؤشرات الفقر المتعدد الأبعاد الملتي دايمنشنال بوفرتي إندكس، يلي البنك الدولي معتمده ببعض البلدان واختاروا لبنان بين هالبلدان حتى ما نستنى دراسة متخصصة عن الفقر تنشوف مدى الحرمان اللي موجود بالمناطق. وهيدي متى بتطلع كمان؟ هيدي هلا نحن عم نشتغل عليها. هيدي اكيد بدها تكون مش يعني بال 2020 بس مش متزامنة مع صدور، عشان بعدنا عم نشتغل عليها. يعطيكم العافية، شكرا بيكي. لحضورك من هلا من عايدك ان شاء الله بتكون سنة خير عليك وعلى كل العاملين معك بالمديرية العامة للإحصاء المركزي. بدي أقول للكل أنه نحن منفتخر يكون عنا هذا المسح الشامل حتى ما نقول أنه نحن معلق عنا وصار في بين إيدينا أرقام صحيحة تقدر تكون قاعدة بيانات لاستراتيجية 2020 وما بعد. شكرا لكل يلي تابعونا اليوم، بعطيكم موعد نهار الاثنين دايما عبر الام تي في الحل عنا. إلى اللقاء.